ثم مشكلة أخرى يشتكي منها أهالي بنزرت هي مشكلة المسرح، علاش ما تمش إصلاحه لحد الآن؟ أنا مسرح المسرح البلدي المسرح أي المسبح البلدي عفوا مش المسبح هي. أي المسبح المسبح البلدي هذا يا سيدي قصته قصة. احنا كانوا قبل المسبح البلدي 45 سنة عمره كانت معناتها البلدية ومن حولها فهمت معناتها تقريبا كل عام يعملوا فيه 30 40 مليون وحش إلى غاية أنه انهار معناتها حتى آخر في الأول عام جينا فيه احنا بدلنا له لش اسمه معناتها الشوديره بتاعو كيما كل واحد فهمت له مريض عملت له قلب جديد والعروق طايبه وقت اللي عملنا الشوديره فهمت له كل يوم تطلع لنا فهمت له معناتها انفويت في الواحد شيء وليت فما اختر حتى معناتها بودوي الكتري كل شيء قلنا انا ريت ست سامحني في كلمه انا ريت ست ماسكارات انا ما جيتش باش نغش الناس فهمت له كيما حدث لنا دار في 15 اكتوبر بالمناسبه فهمت له ما جيتش باش نغش الناس معناتها وقفنا الاستغلال المسبح الى غايه انه فهمت لا معناتها يتصلح كما ينبغي. وعندكم في البرنامج انكم تصلحوه بيسير قريب معناها عملنا مشروع نعم. متشارك فيه ثلاثه جهات البلديه والمجلس الجهوي ووزاره الشباب والرياضه كان وفيه ثلاثه مقاولات فهمت لا معناتها المقاوله اللي تقبلت بها فهمت لا اللي خلصناها والمجلس البلدي الى اونوري سيزونجاجمون توتالمون 200 مليون اللي كانت من عندنا احنا فهمت لا معناتها تصرفت وتوا موجوده فهمت لك شيء. بالنسبه لشركائنا اثنين للاسف تاخروا جدا المجلس الجهوي اصلا ما بعث حتى شيء لكن وزاره الشباب والرياضه بعثت لكن متاخر الى غايه انه فهمت لا المقاول وهذه مشكله كبيره ياسر ولات عندنا في المقاولين التونسيه برشا مقاولين فلسوا لان فهمت لا الدوله ما تخلصهمش في وقتهم وناس عندهم فهمت لا عائلات وعندهم كل شيء سكفي المقاول هذا فهمت لا وقت اللي تاخرت الديكونت نتاعو فهمت لا ما تصرفش مشى وبالتالي فهمت لا معناتها باش نضطروا هذا كله تاخير ومشاكل مع المواطنين لان فما عندنا دي شامبيون في بنزرت بنزرت يعني معروف في الكومنتير عندكم انتم في صفحه البلديه بكلهم يحكيوا على البيسين رجع البيسين ولا الشعار رجع البيسين احنا بنزرت راهو معروف احنا من ماخذين جوائز في الوتر بولو وكل شيء في شو اسمه هو معناتها النادي الرياضي البحري نتاع بنزرت فهمت لا معناتها لي بلو غران بلوزيور غران شامبيون في تونس متخرجين من عندنا احنا وبالتالي قضيه المسرح البلدي فهمت المشكله كبيره ياسر فعلا.